مع هذه الصور إذن التي تأتينا من جنين، ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي علي صمودي ليضعنا في صورة الأحداث. علي، أهلا بك معنا. إذن شهيدان حتى اللحظة أعلنت عنهما وزارة الصحة الفلسطينية، ما هي آخر المستجدات بعد اقتحام الاحتلال لبلدة كفردان؟ نعم، بالفعل لدينا شهيدين، شخص فؤاد كرمجي شقيق الأسير أيهم كرمجي، والشهيد مصطفى أبو الرب من بلدة مصرية. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم بلدة كفردان وشنت عمليات دهم وتفتيش وساعات النفاق، اعتقلت خلالها عدة شبان. خلال ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذه القوات التي أطلقت النار بشكل جنوني. الشهود قالوا أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشبان المتظاهرين، وبالتالي أصيب 5-3 منهم بحالة الخطر ونقلوا إلى مستشفى ابن سينا. خلال ذلك أعلن عن استشهاد شابين، مصطفى أبو الرب 27 عاما من بلدة مصرية، والشاب شأس فؤاد كممجي من بلدة كفردان، كلاهما أصيب بالصدر وقد استشهدا. الآن هنالك حالة من الصخب والغضب ومسيرات في مدينة جنين استنكارا لهذا والذي لم يعد يدخل إلى مدينة جنين دون أن يقع إصابات أو شهداء. يعني هذا أسبوع حافل بإجراءات وممارسات ومداهمات وسياسات الاحتلال الذي يفرض الحصار على جنين منذ عملية تل أبيب. نعم، وضع الإصابات علي أيضا يعني علمنا أن هناك إصابات خطرة. نعم، هنالك الإصابات التي بقيت في مستشفى ابن سينا خطرة ونحن نتابعها، ونتابع الآن أجواء الصخب والمسيرات التي تشهدها مدينة جنين. نحن سنتواصل إذا جد جد. نعم، هناك تشييع لأحد الشهداء كما تصلنا تشييع، هذه مسيرات جابت انطلق المشاركون من مستشفى ابن سينا نحو مستشفى جنين لتجهيز الشهداء للتشييع. نعم، هل انسحب الاحتلال من المحافظة؟ انسحبت قوات الاحتلال، الآن الاحتلال غير موجود في جنين أو في كفردان. نعم، سنكون معك في كل جديد زميل علي صمودي. والوضع أيضا يشهد توترا كبيرا في مدينة جنين كما قال الزميل الصحفي علي، هناك مسيرات غاضبة تجوب كل شوارع جنين بعد اقتحام الاحتلال لبلدة كفردان وأيضا قتله لشابين ارتقى يعني صباح هذا اليوم، هما شأس كممجي شقيق الأسير أيهم كممجي وأيضا الشهيد مصطفى أبو الرب من بلدة مسليه.